العجيب عند التأمل، وهذا ما يسميه البعض بوحدة الموضوع في التفسير، في تفسير السورة، بمعنى أنك لو نظرت إلى السورة بأكملها وبجملتها لوجدت أنها تتحدث عن مواضيع شتى. هذه المواضيع تجد ذكرا لها في أول السورة وفي ثنايا السورة وفي أواخر السورة، وهذا ما يسمى عند البعض بالوحدة الموضوعية. أعطيكم أمثلة سريعة. سورة طه تجد أن من بين أوائل الحديث في هذه السورة عن الشقاء، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لو أمعنت النظر في السورة لوجدت أن في ثناياها وفي أواخرها كلمة الشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وقال عن آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه كلمة، يمكن لو نظرت إلى الكلمة التي تليها وتتبعت هذه الكلمة في ثنايا السورة وفي أواخرها لوجدت حديثا عنها.